السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة تبعت الحمام الجديد. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتسر تطمن علينا، اللي بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين، وكل من قال أمين. تحياتنا لكل إخواتنا وحبايبنا مشتركينا لمتابعين القناة. الفيديو اللي فات كنا مفتحين شوية الحمام اللي هم يعتبر الجداد، نقس منهم فرد حمام. قلنا نقفل الفيديو على كده، هنشوف فرد الحمام ده هيجي ولا مش هيجي. قعدت شوية بتاع ربع ساعة وخدت بعضي ونزلت روحت الشغل، سبت الحمام وفرد الحمام ما كانش جه. المهم قلت اللي هيقول صح ان فرد الحمام ده هيجي يكتب في قلب التعليقات وهنقول اسمه في الفيديو الجاي. اخويا ابو تشيش طنطا بلد الابطال، اخويا محمد عادل اخواتنا وحبايبنا، الحريف رامي ابو تشيش قال لي فرد الحمام ده هيوسع لنفسه وهيلف الدنيا وهتطلع تلاقيه. اخواتنا من السويس والاسماعيليه، وبحيي كل محافظاتنا وبحيي كل مشاهد بالاسم عشان ما انساش حد. بص يا جدعان، الحمام اللي بيبقى جاي من المحافظات ده لا حول ولا قوه، طول ما فرد الحمام جامد لو لف الدنيا، لو فضل يصد بالساعه والاثنين والثلاثه والاربعه وجامد كده كده هتطلع هتلاقيه، لكن ملهوش بيات بره، ملهوش بيات بره، وممكن يخلف السكه يدل الطريق هيرجع تاني. فرد الحمام الجامد ما بيمشيش بياخد في وشه زي الاهبل وبيجري، لا ده هو بيحسس لنفسه النهارده قطع المسافه دي، بكره يطول، بعده يطول، اخر ما بيزهق خالص ما منهاش فايده، شايف ان هو لو حاول جميع المحاولات كده كده خلاص بيلف ويستوطن ويرجع مكان. فانا عشان كده انا بقول لك بتعمل الاصول مع الحمام ده عشان ما يعملش الحركات دي. الازرق قطيفه ده مش اول واحد يعمل الحركه دي، يعني الازرق قطيفه ده مش اول فرد حمام منهم يعمل الحركه دي. هو فرد الحمام وصل بالسلامه اهو، تمام، ادي فرد الحمام. فرد الحمام عليه ثلاثه، فرد الحمام كتفه مش شايله، كتفه طول ما هو في العالي كتفه يشيله، طول ما هو شفع في العالي كتفه يشيله. انا راجع لي فرد حمام متمشط وريش عاجز، هضمه فرد الحمام مسك العالي دي بقى لاخواتنا، هضمه فرد الحمام مسك العالي لو بمشت الهوا شايله كده 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 طاير. ايه اللي يوجع فرد الحمام وايه اللي يخل عصبه؟ الدوره، طول ما هو في قلب الداير في قلب الدوره ما يقدرش يشيل نفسه، لان الريش اللي هو بيبقى في الاول ده اللي هو بتاع المطار، ده اللي هو شايله، لكن الريش اللي هو من تحت ده هو اللي بيتعب فرد الحمام، هو اللي بيخل عصبه. طول ما هو فرد الحمام لامم كتفه او ضمم كتفه كده اهو، ده يخل عضل الحمام، لكن انا كده من فوق هو شايلني وانا وبتقلب كده كده بمشي مفيش اي خلل، لكن كده كده زي اكنك مثلا ماسك حد وبتدوخه. فشوف انت لما بتسيبه مره واحده بيعمل، هو فرد الحمام بعصبه او بكتفه بيبقى بالشكل ده. طيب الحاله دي عشان ما خيبش فرد الحمام هسيبه تاني، مش هقفل عليه، لان انا بقول لك مش اول واحد يعمل كده، في واحد واثنين وثلاثه واربعه بس يا حول الله عملوا النهارده كده، تاني يوم مش هيعملوا كده. طب لو عمل كده في الحاله دي ابدا اللي انا اعقل فرد الحمام، مش اعقل فرد الحمام اللي انا ارجع ابوظه تاني والاقيه. ركز لكل كلمه بتتقال، انت دلوقتي لقيت وان كانوا رعدوا على حصن وان كانوا بلوا شدقهم والقصه دي كلها، فخلاص انت عملت الاصول مع فرد الحمام. ما ينفعش طول ما فرد الحمام يحسس ويمشي بالساعه ولا الساعه ونص ويجي لك تاني اللي انت تجرحه ولا تشممه انتهى. انت كده ما بتعملش حاجه، انت كده قاعد بتخل في عصب فرد الحمام وبتخل في دماغه. لا،
فقد الحام أضمه هو عمل كده وبيرجع لك كده وبيرجع لك عادي ما فيش اي مشكله لانه هو جاي من المحافظه. في الحاله اللي انت تجرح على انتايا او تخمر على انتايا او تشممه انتايا لو الحمام ده قريب منك الحمام ده في منطقه جنبك فانت بتبدا اللي انت تخمره على انتايا. بس انا ماشي مع الحمام ده بالاصول يعني انا اللي مفروض يتعامل معاهم اتعامل معاه فما فيش حاجه اللي هي تتعامل معاهم تاني. طيب في الحاله دي ابدا اللي انا هديه واريحه ويتفتح لهم اخر فرد حمام. لو انا بفتح لهم الصبح وبيعملوا كده اهو لا ابدا اهديه وافتح له اخر النهار لغايه ما يهدى لان هو مش هيلاقي منها مدفع. طيب دلوقتي انا برده هفتح للحمام ده قدامكم واقول لك هنعمل معاهم ايه. طيب كان في تعبه كستانيه ظهرت لان انا حاجز كام فرد حمام كده برده ايه عشان ما نطولش عليكم كده مع بعض. كنت حاجز كام فرد حمام قلت لك لسه ما كشفوش. كان هنا كده تلاقي مقطع صغير كده وانا طالع جاي من الشغل وطالع كده تمام. طلعت الباكستانيه ظهرت لان الدكوره دي سايبه فضلت تجر والنت راحت ايه اللي فيهم وانا سايب كام واحده دولت عشان خاطر اللي ايه ما زفش يزف الشمس والدكوره بتسرق جنبهم يكشف بدري بدري اللي تزوف يا جدعان بقى في الايام دي لانك انت خلاص انت يعتبر في شهر 9 يخش عليك 10 فانت بتبتدي بقى خلاص بتظبط او بتهيئ نفسك كده حمام عليهم اتنينات حمام عليه وحايد حمام عليه تلاتات فانت بتبدا تهيئ نفسك كده مفيش حاجه اسمها انتايه تفضل في قلب الغيه فوق فاللي يزوف ينزل تحت اضامه مش في احتياج ليه. ادي الازرق قطيفه المرقع العنبري عشان برضه يبقى ايه الاسطره اللي كان رادد الايمري الاسطره ابو دبوس الشالباص الجريزلي ده الاسترالي العبسي الحلس. طيب هنا بص يا جدعان الشالباص ده اهو الشالباص ده كان اول فرد حمام يتفتح لنا ادي الازرق قطيف اهو ايه لابت فيها بص لا حول ولا قوة مفيش منها منفعة اطلع الحمام ده ريش فاضي الحمام ده ريشه يكمل يبدا بقى اللي هو ينور لنفسه والسكك اللي كان بيعملها كده اهو اللي انا كنت بعملها في الايام دي يبدا بقى اللي هو يجر معايا في السكك دي مش هيمشي ولا هيروح في اي حته. فقد الحمام ده مش هيروح في اي حته انت خلاص الصح والمظبوط اللي انت المفروض تعمله مع الحمام عملته فمش محتاج اللي انت تعمل معاه حاجه تاني. ادي الحمام اهو خلاص كده هم هيبداوا اللي هم يهدوا وادي الكام واحده اللي لسه ما كشفوش. فقد الحمام ده خد بالك برده من الحمام اللي هو ايه يعشق حمام والحمام اللي يركب حمام والقصه دي. الشلباص ده سايب بقاله شويه. الهندي ده لسه يعتبر سايب جديد الايام دي فما ينفعش اسيب فقد حمام يفضل يرخم عليه واسيب فقد حمام يركبه والقصه دي. لا حجزت ده وسايب الهندي في وسطه تمام. ادي 10 حمامات اهم ودولت مفتوح ل 12 واحده ودي في 2 شخش لهم كمان نبدا ان احنا نفتح لهم هو طريق. تعالى بقى اللي هنحط لهم في الارض برضه البيبان بتتفتح لهم زي ما هي مفيش اي مشكله. حط لهم بقى شويه تحديق في قلب الارضيه لو عندك شويه بذور يبقى انت كده السليم. Thank you.
ده هو. ما لقوش منا منفعة حول ولا قوة. خلاص عمل مشوار، عمل اللي لف الدنيا لفها خلاص. تعالوا لو كانوا هيعرفوا يعملوا حاجة كانوا عملوها اهو. خلصت. بيقول لك باتت حمدت. وادي اللي راضي ده اهو. بص ده اللي راضي، راضت بنص ديل ورد اهو. تعالى ابو العبايس. بس خلصت كده اهو. ادي الحمام بتسيبه. طيب الشمس حلوه النهارده، هنعمل ايه؟ تعال نهوق كام واحده دولت ايه الشبابات اللي هم ايه اتنينات وحايد وقصص دي. بس بتهوي هو تفتح لهم البيبان وتسيبهم ايه كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمله. ماشي. يلا حبايبي عم خلع خالص. بص كم واحدة اللي هم قفلوا الصمم ببدأ اللي انا هويهم معاه. في شخشولة احمر هنا، في اللي على ورد ده، في المرقع قفلوا الصمم ببدأ اللي انا افتح له. اقعد في وسطهم كده شوية. ادي في اربع حمامات لسه ما كشفوش. ابدأ بقى كده اقعد في وسط الحمام بقى. امبارح ايه في انتاية باكستانية زافت خدتها ونزلتها. شوف بقى السقارتها دي تكشف نتاية، نشوف الوردية تكشف نتاية كده. وادي التانيين اهو. وادي الديكورة الجديدة كلها عضة. حطيتش حمام في قلب حمام، ما حطيتش حمام يصح حمام. لا الحمام ده يا جدعان انت بترمي. كل فرد حمام وليه وظيفته، وكل فرد حمام يعتمد على نفسه. مفيش فرد حمام يعتمد على اخوه، لان في حمام بيمشي بالعبيط، بيمشي بالعبيطه كده، ماشي مع اخواته، ماشي مع الراحه، ماشي مع الجام، وهو مش فاهم اي حاجه. لكن اللي تعرفه جامد اللي يبقى واقف لوحده سندال محدش سنده، هو ده الجامد اللي تاخد بالك منه في غيتك، اللي تشيله على دماغك من فوق. فرد الحمام اللي يستاهل الخدمه بتاعته، مش خدمه بالاونطه وحطيتهم براويز وحطيتهم في قلب بيبانك وانت كده كده ما بتستمتعش منه. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل جيم السنه دي ان شاء الله بالحمام مش بكتر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله يا أحلى ناس في الدنيا.